يا مساء الفل والعسل والحلاوة والبقلاوة وكل الحلويات الحلوة على كل مشاهدينا الكرام، مشاهدين برنامج نفسنا. واهلا بحبايبنا الحلوين اللي منورينا في الاستوديو، واهلا بصديقاتي اللي مفيش ما بيننا اي وفاء ولا اتفاق. اهلا بيكم. اهلا النهارده في الحلقه اهلا كورال. النهارده في الحلقه بتاعتنا هنتكلم عن حاجه حلوه قوي 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 انا بحبها قوي قوي قوي، نستولوجي رمضان. في حلقه النهارده من نفسنا هنتكلم عن نوستالجيا رمضان. مش ممكن هننسى في رمضان. حوار سريع جدا جدا. كلام مريح جدا جدا. ولا يا اختي الاستاذ طارق علام اللي كان معايشنا في دهب 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 دهب. لقاء مع الفنان تامر ضيائي. هم بيقول لك خلصوا بسرعه عشان شيماء عندها تصوير. انا وانا داخل دلوقتي اقول لك بسرعه علشان شيماء هتروح. فضحتينا مسيرتنا بقت على كل لسان. اخبار النفسانة ايه بقى بجد؟ اهي شغاله. نستولوجي رمضان يا جماعه. هنا الستاره نزلت. نستولوجي ايه؟ ايوه نستولوجي اللي هو الحنين. نستولوجي واه من الحنين. ليه اسمها نوستالجيا؟ حتى هي مكتوبه نوستالجيا. مكتوبه في ايه؟ نوستالجيا. نوستالجيا اسمها نوستالجيا. نستولوجي نستولوجي اتعلموها بقى. نوستالجيا النستولوجي يا جماعه بتاعه رمضان دي اللي هي ان مثلا اول ما تلاقي رمضان هل عليك كده بيبقى ليه ريحه، وبتبقى انت حاسس ان الشهر ده بتاع رمضان. زي كده بالظبط اول ما تروح اسكندريه بتشم ريحه البحر، اهو رمضان ليه ريحته وليه روائح كده، تحس ان انت روحك بدات ترتاح كده وحاسس خلاص ان داخل عليك شهر الخير والبركه والايمان. وكل سنه وانتم طيبين طبعا. واول حاجه بقى بتحسسنا بالنوستولوجي دي اللي هي اغنيه ايه؟ افرحوا يا بنات يلا وهيسوا رمضان اهو هوي طوانيش يا حلاوتي الجيت الله الله والقمر الجيت الله الله والمايك يا سنقل وقرطيس. يلا قولي بقى انت ايه تاني؟ اهو جه يا ولاد اهو جه يا ولاد. هي دي لا دي واحدة تانية. دي واحدة تانية؟ دي واحدة تانية. ولا هي ولا انا ما اعرفش. انا اعرف ان دايما كانوا اول كام يوم رمضان بتشتغل لغاية النهاردة اغنية اهو جه يا ولاد. دي دايما بتبقى اول اسبوع من رمضان لازم تسمعي كل يوم على التلفزيون. ليالي طب ما تيجي نسمع كده حاجة منهم. يلا يا ريت. اهو جه يا ولاد كده. اهو جه يا ولاد اعترف يا ولاد. اهو جه يا ولاد عيطوا يا ولاد. اهو جه يا ولاد زقفوا يا ولاد. في كمان أغنية مهمة قوي اللي هي إيه؟ رمضان جانا اهلا رمضان. بس ما بنستمتعش بيها الا باداء المرحومين رحمه الله عليهم سعيد صالح ويونس شلبي في مسرحيه العيال كده. أيوة. مسرحيه الله اهلا رمضان واديني رمضان. لا رمضان جانا اهلا رمضان ايش تعبان. وكمان عندنا كان في رمضان كان في بقى تراث كبير من البرامج الشقيه الحلوه الجميله والفوازير اللي كلنا ما نقدرش ننساها، اللي كانت في وقتها متعبه جدا علشان خاطر كانت الامكانيات اقل، ولما بيبقى في جرافيك او بيبقى في حاجه كانت بتبقى صعبه، بس كانت بتطلع طعمه من كتر ما الناس كانوا بيعملوا الحاجات دي بحب. زي مثلا بالظبط زي مثلا ما نقدرش ننسى الفوازير اللي تجنن الحلوه التحفه بتاعت استاذ العظيم استاذ الكوميديا سمير غانم فوازير فطوطة. طبعا تعالوا نشوف طبعًا. منها حتة. فطوطة ايه رأيك؟ احذر تعيد هداني انا بحذر فاتت عليك وحطت منظر الدم حدودك قد اعصر سمح استنى 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 كنت بهزر الحل ايه ردوا علينا؟ هنا في التراسينا
الحل ده مش في ايدينا ما تسوق عجلك بقى بينا. كان ساعتها مبهر الكلام ده، كان مبهر. لا انا كنت بقول ازاي هما طالعين من البلكونه مقلوبين. كل سنة وانت طيب يا برنس الكوميديا الأستاذ الجميل سمير غانم، ربنا يخليك ويطول لنا في عمرك. وكل سنة وحضرتك طيب من ثلاث مذيعات جميلات بيعشقوك بيموتوا فيك. نطلع تقرير ونرجع على طول. اكتر برنامج كنت بتفرج عليه في رمضان زمان دياقرك والكاميرا الخفيه ابراهيم نصر، اللي هو برنامج بتاع دهب دهب بتاع استاذ طارق علام. اكيد كنا بنتابع الشعراوي يعني. اديني عقلك. بدون كلام كنت بحب جدا الكاميرا الخفيه، الكاميرا الخفيه والحاجات دي. كان ممكن اتفرج على حوار صريح، كنت بتابع برنامج بدون مونتاج. مسحرات الشعراوي، كلام من دهب، برنامج الكاميرا الخفيه، برنامج مسحراتي، الكاميرا الخفيه بتاع ابراهيم نصر، برنامج زمان بتاع سمير صبري كنت بحب اتفرج عليه جدا، كان بتاع النجوم وكده مش فاكره اسمه. اكتر مسلسل كنت بتفرج عليه مسلسل ساكن قصادي، مسلسل المال والبنون، مسلسل بوجو طمطم، مسلسل رأفت الهجان، مسلسل بكار. كان في فارس بلاجوات كان كويس، انا اللي فاكره يعني بكار. اتربى في عز، فطوطه وبوجي وطمطم، سعد الدالي، مسلسل الحاج متولي، رأفت الهجان، ليالي الحلميه، ارابيسك، بوجي وطمطم وبكار وعمرو فؤاد. زمان قوي بوجي وطمطم، ليالي الحلميه، يوميات ونيس. طبعا 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 مش ممكن هننسى في رمضان حوار سريع جدا جدا، كلام مريح جدا جدا، ان قلت ما تخافش ما تخافش، وان خفت ما تقولش ما تقولش. طب قولي يلا. مش ممكن ننسى في رمضان ضحكة رمضان، ضحكة رمضان اللي كنا كلنا بنستناها بعد الفطار عشان نشوف النجم الكبير ابو دم خفيف لابس ايه، وايه المقلب اللي هيعمله، وايه الشخصيه اللي هيتقمصها، والمزيكا اللي لسه فاكرينها لغايه دلوقتي. الله. انا ممكن اقول حاجه بس معلش؟ اتفضلي. استاذ ابراهيم نصر انا بحبك جدا، ويمكن كل اللي انا فيه ده خلاصه اللي انا شربته منك. اتفضل. يا غدي بحبه قوي. لازم نستضيفه ضيف عندنا في الحلقه. صح لازم. ميش. فتعالوا نشوف. ولا يا اختي الاستاذ طارق علام اللي كان معايشنا في دهب 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 دهب، ويقوم حاضن الراجل وعافقه كده، تعالى حاج انت كسبت جنيه دهب. راجل شوفي بقى من المفاجأة دي ومن هول المفاجأة بيموت كام شخص في رمضان. لا هو طبعا كان بيعمل عمل خير جدا، وكان بيخلي الناس تفرح وتتبسط، بس يا حرام الناس من كتر المفاجاه وانها بتصور والتلفزيون، السؤال بيبقى سهل جدا. واللي بقى احنا قاعدين في البيوت محروقين عايزين الناس تعرفه، وهم مش عارفين، والناس نازلها كده، وهو بيحاول يكسب اللي قدامه باي طريقه، وبيوصل له المعلومه عشان يفرحه في الاخر ويقول له انت كسبت. من السعاده هو مش مستوعب، الراجل مخه وقف. حتى البرامج كانت جميله، يعني فيها حاجه، مش مجرد ان انا بعمل برنامج. صح. مفيش المقالب اللي توجع وتفجع، المقالب كانت لذيذه من الاستاذ الجميل ابراهيم نصر. صح. بس ده اللي انا عايزه اقوله. ومن الدعايه نروح بقى للاعلانات، الاعلانات وجمال الاعلانات. كان رمضان ليه اعلانات معينه، ودايما هتلاقوا منتجات معينه بتظهر في رمضان، يعني مثلا ايه يكتر بقى الزبادي والسمنه والحاجات اللي هي بقى الحلويات وكل الحاجات دي. دلوقتي طبعا اللي اتضاف عليهم التليفونات والمشروبات الغذائيه. لا المشروبات دي كانت موجوده بقى يعني، لا بس يعني في حاجتين كده معينين زادوا قوي. صح. بس كان الاعلانات بقى بيميزها حاجه كمان في رمضان، البنات بقى اللي هي ام شعر اصفر مسحلل وحلوين دول، مش كانت زمان كان معظمهم اجانب. كان معظمهم اجانب. تيجي نشوف كام اعلان كده على الفرازه. تعالوا نشوف كام اعلان كده من حاجات رمضان الحلوه. ماما ميا ماما ميا.
فاروق جعفر، طاهر الشيخ، حسن شحاتة، والخطيب. ساندوتش جبنة زبدة، لا 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 لا، هات الفينو سوسيس بيفي، حتة كندي من اللحمة البقري، شيل اللبابة لذيذ وطعم، ما تحط البيفي مشبع ومغذي، هات الشامي سوسيس بيفي، ما تاخد لك نصه طازج ومطازج، وحط البيفي سوسيس بيفي واديله لفة، اديله لفة واما البلد، وادي يا واد وادي يا واد وادي يا واد. انا اكتر حاجه كنت بحبها بجد اول ما نزلت مرقه كنور، الفراخ اللي بتضحك مع بعض وبتهزر مع بعض، انا بالنسبه لي الاعلان ده كان طفره. الفكره نفسها وازاي بيتكلموا والحوار والصوت كان بالنسبه لي مختلف. ولا ايه بس تشك بس تشك بس تشكيناه وشوكولاته واكلك والحشو جوه بجوز الهند. الحشو جوه بجوز الهند. أيوة. جوز الهند. وهند عامله ايه محشيه لما جوزها جوه محشية معاه وساكتة ما بتقولش حاجة. كمان إعلانات جميلة ومشوقة، ودلوقتي نفسنا ترجع تاني. صح، بس برضو دلوقتي في إعلانات حلوة، عشان نكون صراحة في إعلانات بتعمل دلوقتي بشكل فوازير، والفوازير كان في بقى كمان رمضان ما ينفعش يعدي من طبعاً. غير الجميلة تان، العظيمة تان، نيلي وشريهان. كان صح. الفوازير دي إبداع بصري من سرعة الاستعراضات واللبس بتاعهم وجمالهم وحاجة. يعني على فكرة أنا عايزة أقول لكم على حاجة، إن الأزياء كمان بتاعتهم دلوقتي بياخدوها فنانات زي بيونسي وناس كبار جدا، والله العظيم بياخدوا حاجات من حاجات شريهان هي عاملاها من سنة الفوازير. تعالوا نشوف حتة بقى من الفوازير، يلا بينا. لو لو قال حدك هو وو عدك ما تزكيش فكرك ممنوع تقول ممنوع نفسك عالموضوع ودي واحد وثلاثة أربعة نوستالجيا بجد. ونفس اللي ايه ده انا شوشو يا حربايه عشان حربايه. لا انا بقولك ده انا شوشو يا حربايه مش انا. انا بس بمناسبه الشهر الكريم عايزه اقول للجميلتان انتوا سبتونا ذكرى جميله جدا، ربنا يطول في عمركم ويديكم الصحه يا رب. بجد سايبين لنا تراث، سايبين لنا تاريخ فني جامد وجميل جدا من فريق برنامج نفسنا. كل سنة وانتم طيبين. شريهان نيلي. عايزة اقول لشريهان انا من ضمن ملايين البنات اللي كانوا بيتفرجوا على الفوازير، وكنت بقعد اقلدك قدام المراية بالساعات الطويلة وما ذاكرش والبس الفستان وارقص. وبعدين عايزة اقول حاجة، شريهان كانت سابقة عصرها، شريهان كانت سابقة عصرها بسنين طويلة. النهاردة في ناس بتلبس زي ما شريهان كانت بتلبس، النهاردة في ناس بتقلد اداء شريهان، بتقلد البادي لانجوج بتاعت شريهان ورقص شريهان، وشريهان عايشة وهتفضل مستمرة، لان انا بشوف ان شريهان ظاهرة ما بتتكررش كتير في الدنيا. اما نيلي فخفة الدم والبساطة والتلقائية والكوميديا مع الاستعراض، الكومبينيشن دي كانت عظيمة جدا جدا. فانتوا اثرتوا فينا وفي اجيال كتير ولسه هتفضلوا تاثروا، وربنا يديكوا الصحة، وكل سنة وانتوا طيبين وبنحبكوا كلنا. اما انا فعايزه اقول لكم ان انا بعشقكم، وعايزه اقول لكم ما تقلقوش على الصحه الفنيه، الفوازير رجعوا بقوه، لان شوشو خليفتكم في الملاعب موجوده، وما تقلقوش خالص. هنطلع فاصل ونرجع لكم مع لاعبيني ولاعبك. ورجعنا لفقره لاعبيني ولاعبك. لا كسرت وضعك صوابعك اللولي في صوابعك محلولي. المهم يعني رجعنا لفقرة لعبيني ولعبك،
ودلوقتي هنشوف فيديو الأستاذة بدرية والأستاذة شيماء هيمثلوا الفيديو مع بعض، وأنا هتفرج وهضحك وهعيط من كتر الضحك. اتفضلوا. أنا عم استني السما بس يا نهار عليا دي إيه؟ عارفة طلوقة. يلا يلا اشتغل. قولي لنا أكشن يا أستاذ. أكشن. Oh, thank you for coming. افتحي يا بيت، افتحي يا بيت يا عواطي. أعمل إيه بس يا ربي؟ غصب عني عملت بيبي على روحي. أنا بهدلت نفسي، أنا عملت كيخ. يا بيت افتحي يا بيت، أنا سامعة صوتي جوه. مش قادرة أعمل إيه؟ ما لقيتش حفرة. عاملة إيه يا بنت كل ده مخبط عليك ده؟ أنتِ وحشتيني. هاتي بوسة. أوعي الكح. يا بنت هاتي بوسة. الكح اللي في ظهرك دي يا لهوي. يخرب بيتك. معلش. هاتي بوسة، هاتي بوسة. أنتِ عملتي كيف البوتشي؟ شميتي الريحة يا ماما؟ شميتي زي الفل وعسل. يا ماما ما أنا ما لقيتش البوتشي، عملتها في وريني كده عاملة إيه في الأرض. أنتِ جالك جرب ولا إيه؟ لا عملت الكحة. وبعدين لفتي كده ورميتي البوتي كده وبعدين عملتي ايه؟ وغصب عني يا بابا انا هقوم انضف مطرحي. اعمل ايه بس يا ربي؟ يا بنتي انا مش جايبالك البامبز ابو حجم كبير؟ ما لقيتوش يا ماما خالص. ومش لا ما كانش حجمه كده، كان حجمه كده. ما انا مش لاقيه الحجم ده يا ماما. طب تروح عامله في جلابيتي؟ لقيته مسحوب كله، انت واخداه من السوق. ما انا تعملي في جلابيتي بتستخدميه انت وبابا. استغفر الله العظيم يا رب. اقول لابوك ايه بس دلوقتي؟ يقول ان انا ما عرفتش اربيكي. مش عارفه بقى انت عندك 17 سنه. يعني متربيه الاول عشان تربيني؟ ده انا متربيه غصب عنك، ده انا بعمل بوتي من وانا ببطن امي. عشان كده كنت مغرقه بطنها. طب ماشي هحدفك بالبوتي اللي في ايدي دي. احدفي يا اختي، خلي وشي كله كيخ. هحدفك بقى في وشك. اهي هحدف اهو. شاطره يا بنتي شاطره. انا هعمل الكخ في البوتي يا ماما. مختلين معايا جوز، مختلين عقليا يعني. طب يلا ماما انا شاطره. شاطره يا بنتي. يا بنتي يا ريتني قعدت عليكي وبطلتك ولا كنتش كبرتي وشفتي. طب هنلعب دلوقتي الامثال. الو. اوكي. 3 4 5 6 7 8 9. عايزين الجمهور يشارك معانا. 9 كلمات. ده مثل ده ولا قصيده؟ اول كلمه راجل شنب. اب. ابو. ابو البنات، ابو البيت. ابو الولد، ابوها هو. أبو على اللي جابوه. قطع. أبو البصل. بصل. أبو بصلة. لا انت عارفة أبو بصلة. أبو بصلة محمرة. طب بيعمل بيها سكرة ولا ايه؟ أبو بصلة. ده 9 كلمات. التالتة. و أبو بصلة ونونة. أبو بصلة وبيت. وبيته. أبو بصلة وهدى. ابو بصله وابويا. هو ده حريقه. ابو بصله ومراته. راحوا قطعوا خيارات. بنته. بنته. استغفر الله العظيم. ابوك البصل وامك الثوم. ابوك البصل وامك الثوم. ابوك البصل وامك الثوم. هتبقى ريحتك ايه يا مشؤوم؟ منين؟ منين تجيك الريحه الحلوه يا مشؤوم؟ مفيش امل خالص بقى. ولا امل ولا عمر. ده بيقولوا لها. انت بيقولوا لك؟ لا ما قالوليش ولا حاجه. انت بيقولوا لك يا عشان كده. عشان كده ما استغربتش وما زعلتش ان هم بيغششوا. يا بنتي ما كنتش عارفه. انا مش هكمل في البرنامج ده، انتوا بتغششوها. يلا ده احنا بنعمل ده كله عشان تخلعي. لا انا هقعد بس مش هلعب اللعبه دي خلاص. خليهم يصلحوا الكرسي واقعد. لا مش خلاص مش يا بنتي ما بيغششوني. لا بيقولوا لها هي. ما مين قال لك؟ طب بيقولوا لها ليه؟ هي صح ست كبيره وخلاص مخها لسع بس ما يقولولهاش. بس يا بدرية. طب هقول لكم المثل. ما تغشيش يا بدرية بعد كده. وليه ما تقوليش ان هم بيحبوني قوي وواقفين جنبي؟ يمكن وده معناه ان انا هخش عليهم كلهم بالاربيجي. خلاص مش هخلي حد بيحبني. مش عبد الرحمن واقف جنبك؟ ده انت على طول مليئه بافات.
يلا اعمل ايه؟ العبي بناتك. طيب المثل بيقول تيجي عليها جاي في ايه ورايحت في ايه؟ جاي اللي يجي عليا ما يكسبش بتنتفي ريش البطه الملوخيه اخرة الملوخيه ثلاثة أربعة إيه الحاجات ال ستة. ستة اللي في النص تاني كلمة جاي. جاي تيجي يا جاية يا جاي يكفي يا جاي تحت يا المخرطة مسيرك متلخبطة. بصي بيقولوها لها والله العظيم أبدا. طب يلا بس هو مش كده. يا جاي تحت المخرطة قولي بقى هو شبه كده. يا جاية يا جاية مسيرك تحت. يا مش عارفة هي أيوة. تيجي تحت المخرطة مسيرك يا ملوخية تيجي تحت المخرطة. أيوة بقى. على فكرة أنا ما سمعتش على الأمثال دي خالص. ما تعرفوش؟ لا مسيرك يا ملوخية تيجي تحت المخرطة دي ما أعرفهاش. الأمثال دي ما بتروح لهمش التجمع. بتيجي عندنا احنا العرب وفيصل. ما فيش ميكروباصات بتروح المثل ده مش فلوس. أنا عايزة مثل سهل يا إعداد. أعرف خمسة خمس كلمات ثمانية التالتة اتغطى يا متغطي نايم غطى غطى, غطى. لحاف كل حلة وليها غطاء على قد لحافك مد رجليك. على فكرة المرة اللي قالوا لي فيها كان استثناء. الدنيا برد في التجمع لازم تعرف المثل. كان استثناء بس لحاجة معينة. كان استثناء ده انت اعترفتي في لحظتها. خلي بالك انت بريئة جدا يا بدرية من جواكي. وأول ما ساعتها سألتك بصوت أنا عليكي أبلة دلوقتي سريع قلت لك بيقولوا لك يا بدرية قلت لي أنا أفا أقول لك مصطفى بخبي فلوسه فين. طب بيخبي فلوسه فين؟ واعترف. طب احنا كده كل واحده برضو قالت واحد يبقى لازم في مثل يحكم الليله. نعمل ايه؟ مين هيقولوا مين اساسا؟ ما هو احنا كده قلنا اربع كلمات. المصه المنخل منخل الغربال غربال اللي ما شافش الغربال يبقى اعمى. لا تاني واحدة التالتة شد الغربال كل غربال وله شدة غربال الغربال الجديد ليه شدة. طيب ما هو ما انا قلت كل غربال جديد له شدة. لا انت كل غربال وليه شدة. كل انا قلت الغربال الجديد هو الغربال الجديد ليه شدة مش كل غربال وليه شدة. هنا بقى مع الوان والله. خلصت فقرة الألعاب نطلع فاصل ونرجع نكمل. استنونا. ورجعنا لكم دلوقتي مع فقرة الضيف. وضيفنا النهاردة نجم في حتة لوحده لا حد بيعرف ينفسن عليه ولا اعتقد ان في حد بينفسن منه لان هو ما بياخدش ادوار حد. هو عامل لنفسه ادوار بتاعته هو بس والجمهور دلوقتي بقى بيستناه كل رمضان يشوف هيعمل ايه في حتته. معانا نجم بيعمل كل الحاجات الحلوة. ضيفنا النهاردة هو الفنان الجميل تامر ضيائي. اهلا نورتنا يا متمكن. انتوا اللي منورين دايما. بتتفرج علينا؟ طبعا بجد. ما ده انا قلقان بسبب الموضوع ده ان انا بتفرج عليكم فعارف انتوا بتعملوا ايه. لا لا ليه بنعمل ايه والله. لا كل طيبين قوي. وانت ايه بقى؟ ورمضان كريم. الله اكرم. وقول لنا بقى عامل ايه في رمضان؟ عامل الخروج. بخرج. ليه؟ يعني السنه اللي فاتت كنت عامل ثلاث مسلسلات. عملت ايه صحيح السنه اللي فاتت لما كنت بتعمل ثلاث مسلسلات؟ كان طالع كان صعب جدا. يعني انا عايز اقول لك ان السنه اللي فاتت انا خلصت يوم 28 رمضان. كنت تلاقيك بتشتغل كل يوم وساعات اوردرين او ثلاثة ساعات في اليوم. بتطلع من بلاتو على بلاتو عشان تلحقي تخلصي. مرهقة جدا جدا وممتعة جدا يعني. طبعا انا مفتقدها السنة دي بصراحة. ممتعة؟ طبعا ممتعة ان انت تبقى مش بتروح وما بتنامش. لا 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 طالما بتحب اللعبة خلاص. لا ساعتها بتبقي تعبانة بس بقى بتشوفي شغلك في رمضان بتبقي فرحانة قوي بنفسك ان انت عرفتي تنجزي حاجات كتير. بتشوفي حاجة انت مش فاضية تشوفها. لا يعني كده بس برضه لما الناس بتبقى بتتفرج في رمضان وبيقولوا لك او اهلك او كده يقول لك احنا شفنا كده فبتبقى
بتبقى فرحان بقى ان انت انجزت ده صح؟ اه طبعا رد فعل الناس بتنسى التعب. طب انت السنه دي ما اخترت انك ما تعملش غير الخروج ولا هل عشان البرودكشن السنه دي مش بالكم بتاع السنه اللي فاتت؟ ايه عايز الحقيقه ولا لا الحقيقه عادي عشان البرودكشن طبعا ما كانش البرودكشن ما كانش كتير العروض ما كانتش كتير يعني السنه دي في حدود جامده بس انا السنه دي اشتغلت بره رمضان يعني انا عملت مسلسلين بره رمضان واتعرضوا خلاص ما هو ده الحلو ده الحلو وده الاحسن هو احسن تخيلي انه بيتشاف اكتر وبيتشاف احسن اه وبيتشاف على رواق وبياخد حقه صح يعني مسلسلين انا اشتغلت فيهم الحمد لله خدوا حقهم طب كلمنا عنهم بقى عملت نصيبي و اسمتك مع هاني سلامه عملت قصتين هو مسلسل حلو قوي انا بحبه قوي قوي وانا كمان ممتع بصراحه وعملت نوايا بريئه اه بس انت كنت نجم برضو في رقم مجهول اللي اتشاف في رمضان واتشاف كويس قوي الحمد لله والصياد برضو كمان اتعرض في رمضان وعمل شغل كويس بس السنه دي بقى خلاص انا هي الخروج وقاعد بقى نفسن على باقي الزملاء اللي اشتغلوا كذا مسلسل دي كانت حاجات قديمه وبيعرضوها السنه دي انا اعمل من حلاوتها بيعرضوها في رمضان لتاني مره واحنا قاعدين بقى لخمس مره ايوه خمس مره احنا فاضيين لنفسنا بس تامر صوتك اذاعي فايه اخبار الاذاعه معاك؟ بعمل فويس اوفر وعامل مسلسل في الاذاعه السنه دي في رمضان مع هاني رمزي ما اعرفش اذا كنتوا بتسمعوه ولا لا مسلسل كويس يعني كل سنه انا بعمل انا وهاني رمزي الاذاعه ممتعه؟ بتحب تشتغل اذاعه؟ انا بحب اشتغل اي حاجه فيها تمثيل انا بحب التمثيل جدا فاي حاجه ليها علاقه بالتمثيل انا ببقى مستمتع وانا فيها الاوقات اللي ما بقاش عندي فيها شغل يعني ببقى مكتئب جدا ولو في البيت عندي بيبقى يا رب يشتغل بقى عشان وهي التمثيل ده دراستك الكارير بتاعك ولا لا انت لا خالص بس انا من زمان انا حابه اجتهدت قررت امتى تمثل انا قررت امثل من وانا في اولى ثانوي وما دخلتش ليه معها التمثيل او حاجه ليها علاقه بالتمثيل انت عارفه بقى بابا الله يرحمه شهاده خد شهادتك الاول وبعدين يا لا كل اللي قعدوا على الكرسي ده يا حبايبي قالوا نفس الجمله دي نفس لازم تاخد كلنا كده كلنا كده بعدين خدت الشهاده وبعد كده بدات انا اول ما بقى خلصت شهاده خدت شهاده الجامعه اتجهت على طول للتمثيل ما انا من وانا في الجامعه عملت فرقه واشتغلت في الجامعه يعني ما الموضوع انا لسه استنى لما اتخرج فرقه يا ناس بقى ما اتخرجت دخلت بقى قصور الثقافه الجماهيريه دي شافني الاستاذ فهمي الخولي وكان اول بقى دخول في الاحتراف يعني خدني وعملت معاه مسرحيه وبدات بقى كل مخرج اشتغل معاه العمل اللي بعده ياخدني مخرج تاني يشوفني يجيبني في العمل اللي فيه وبدات بقى حبه بحبه لحد لما الواحد وصل طب بمناسبه المسرحيات انت عملت مسرحيات كتيره ومسرحيات حلوه بس ليه الناس عرفتك اكتر من المسلسلات علشان المسرح مش كتير بيروحوا المسلسلات انتشار اكتر طبعا طبعا طب ايه المسرحيه زي ما انت منتشره في المسلسلات كده ولا مش دي واحدة شبهي ده مش انا على فكرة بتبعت أنا قاعدة هنا في نفسنا ما بروحش بتبعت توأمة وهي قاعدة معانا هنا في نفسنا انا قاعدة هنا في نفسنا ما بتحركش صح؟ طلقة توأمك في الاستوديوهات يقولوا لك هما بيقول لك خلصوا بسرعة عشان شيماء عندها تصوير صح بيحصل على فكرة يا تامر انت صعب انا وانا داخل دلوقتي بسرعة علشان شيماء هتروح فضحتينا مسيرتنا بقت على كل لسان اخبار النفسنة ايه بقى بجد؟ اهي شغالة مين بينفسن على تامر؟ لا مفيش يا ريت يلا لو نفسنا هعرف ان انا لا بينفسن مش شرط حد ينفسن عليك من الوسط ممكن من قرايبك في حد من جيرانك غير ان انت بتشتغل لا بالعكس ده جيراني وقرايبي واصحابي كلهم بيبقوا مبسوطين قوي بيا ونفسهم ان انا ابقى اعلى يعني ولما عرفوا السنه دي ان انا في مسلسل واحد ايه وحاجات كده وزعلانين جدا ان انا في مسلسل واحد يعني لا الحمد لله اللي حواليا كلهم حابين ان انا ابقى حاجه يعني. وتامر بينفسن على مين؟ انا بنفسن على مين؟ بنفسن على شيماء لا راجل زيك ده جاي لي راجل زيك ده جاي لي انا بخاف من بدريه يطلع لي اسد انا برج الاسد على فكره طب واخبار السينما ايه؟ السينما طبعا كانت بعافيه بقى لها شويه سنين حلوين كده بس اعتقد ان هي دلوقتي بدات تنتعش من جديد فهل في اي مشاريع في اي والله انا كنت عامل لسه قريب فيلم اسمه خان ترياك وفيلم تاني اسمه سلاح التلاميذ دي كانت او قبل كده عملت رامي الاعتصامي انا في السينما يعني مقل شويه عايز لما ادخل في الدراما مش مسألة اللي بتخش للناس بيوتها على طول لا انا فاضي للسينما
17 مسلسل شويه بقى. لا هو واحد السنه دي. لا ما السنه دي ما انت خلاص بقى عملنا حاجات كتير قوي السنه اللي فاتت. لا وبره رمضان عمل اثنين يعني هو بره رمضان عمل اثنين دلوقتي في رمضان بينزل له واحد يعني هو برده ملاحق الناس. جينا في سنه كيوت على احلى رفرف وكبوت. دي كلمتي في دي كلمتي في الوش تاني. شفت بقى صباح كيوت على احلى رفرف. تعرف بس انا مركزه معايا. دي طلعت هي اللي مركزه معاك مش انت اللي انا بقول له خف. لا بس طلعت انت طيبه انا كنت فاكرك هتنفسني. انا شفتي هي نفسها خالص خالص. قول لي ايه قول اخبار ال ايه انا كنت اتفرج اتفرج في داهيه. ايوه انا هسالك على مراتك. مراتي مدام. شوفي دماغه بصي الدماغ راحت لفين. انا بسالك على المدام زي الفل. يعني اخدين بعض على حب؟ طبعا. ثلاث سنين بقى. حب قبل الجواز يعني في الجامعه؟ بعد الجامعه حتى بانه احنا بنعمل دراسات عليا. اوكي فقعدنا انت عملت كمان دراسات عليا؟ الوقت صدقني يعني انا لازم اعمل دراسات عليا يعني. طب انا فهمت انك دخلت الجامعه ارضاء لرغبه باباك. وخلصت الجامعه عشان تمثل دراسات عليا يعني. دحاح ما شاء الله. مش دحاح قوي يعني. لا هو عشان يقابل شريك حياته عشان اعمل دراسات. انا لازم اعمل بقى دراسات عليا عشان يمكن تقابليه. ما انا خلصت الجامعه والمدرسه والحضانه ما فيش. هو قاعد مستنيكي في الدراسات والبحوث. تعرفوا الجرب اللي عندكم ايه؟ لا ده انا عايز اقول لك يعني في موضوع مراتي ده. انا كنت داخل عشان اقدم في الدراسات العليا والله العظيم هذا ما حدث يعني. مراتي كانت واقفه بظهرها. فشفتها قلت الست دي هتبقى مراتي. إيه من قبل ما اشوف وشها. ده انت مخاوي بقى والله العظيم. قلت الست لفت قلت خلاص بقى. ايه اللي لفت نظرك في ظهرها؟ لا هي هي طرحتها. مراتي طرحتها كانت لفه طرحه بشكل شيك. لا هي ما كانتش محجبه يعني حجبت دي يبقى شعرها. يبقى الشعر اللي جابك ده. سكه هي كلها بصراحه على بعضها ما شاء الله. ربنا يخليها. اول ما لفت قلت بس خلاص هو ده. واخبار ال هي قصدها الفلوس اللي في البنك. الفلوس اللي في البنك. العيال اللي في الشقه. ايوه ايوه تبقى مشغول. لا الفلوس الحمد لله في البنك. الحمد لله خليهم متدفيين. لا مش الدرجات دي ولا كان شويله بقى قد الشوشو ولا قد هجي؟ في الحجم. في الحجم؟ قد هدي طبعا. يا ريت تبقى قد هدي. واخبار بقى اولادك ايه؟ واخدين ولادي كبار مش شويه جينات من باباهم ولا؟ انا بنتي الكبيره في مهندسه ديكور في فنون جميله. هي طالبه في فنون جميله. محدش عايز يمثل؟ الصغير احمد. احمد ده بيفكر ان هو يمثل وعايز يدرس بقى تمثيل ولا برضه هتقول له خد شهاده الاول؟ انا طبعا قلت له خد شهاده الاول. برضه كده برضه. يا جماعه انت بتتعلم من اخطائنا. يعني ابنك دلوقتي لما احنا نفضل 20 سنه هنا مكملين في نفسنا ونجيبه لما هو يبقى ممثل ويقعد على الكرسي ده هتفضلي قاعده هنا طبعا. ليه ناوي تيجي مكانها هنقلبها بكره هنا ولا ايه؟ هتفضلي قاعده 20 سنه. احنا نعمل لهم ترابيزه ثانيه للرجاله عشان نرتاح بقى من القر ده. احنا ما بنجيبش الستات عشان خاطر كده. أيوة. برضه مفيش فايده. طيب بس 20 سنه كمان نفسك بقى تشتغل مع مين من الممثلين اللي لسه ما اشتغلتش معاه وبتقول هو ده اللي انا عايز اشتغل معاه؟ نفسي اشتغل مع عادل امام. وانا كمان. مين ما نفسوش يشتغل معايا؟ شفتي معايا انا اشتغلت الحمد لله. ومحمود عبد العزيز. يا بختك. وانا كمان جدا الحمد لله بعمل معاه مسلسل اذاعي بطولة. طيب. مع الاستاذ وسايبها هي وبتنفسن عليا انا. طالعه مراته في مسلسل اذاعي. شفتي؟ لمجرد ان بس مراته في المسلسل. يا على الاحساس. يا نهار يا خراش. يا نهار يا خراش. معاك كده انت وهو كل واحد على الميكروفون تقعدوا تمثلوا مع بعض. عارفه اللي بتختلس النظرات؟ ايوه. ايوه يقولون مش عارفه ايه. انا جنب امتى؟ ازاي؟ يا لهوي يا بختي. نفسي اعمل الدور ده. او نط في المطرح ملف كبير على فكره. وجاي قايل انا خايف منكم وقلقان منكم ومتوتر منكم. ملف كبير. وانت يعني اللي وترتني. طب وهادي مش عايز تاخد منها؟ كانت عامله دور في اللي اختشوا ماتوا كان جميل قوي. شفتها في الاعلان وهي بتقول له ايه؟ انا لو هسف في التراب مش هرجع لك تاني. انا لو هسف في التراب مش هرجع لك تاني. عندها كرامه. مش اللي عايزه تروح تعمل دراسه
دراسات عشان تلاقي شريك حياتك. ايوه عشان هي قبل كده جربت وداست وداست، لكن انا لسه نفسي اتهرس مفيش اي حاجه. اهو عبد الرحمن اتعلق. لا لا واحنا بنحبك قوي يا تامر. ابين باين. انا اول ما طلعت في البدايات كانت بدريه مراتي بجد؟ بس شوفي ما اتكلمتش عني ازاي. هيجيبوا لك واحدة جميلة منين غير. شوفي ما اتكلمت في المسلسل ازاي دلوقتي؟ ما عملت مراتي ما ذكرتش ده دورك ولا معلش يا فمورة ولا قالت. طب انا عايز اسألك سؤال، ايه الدور اللي لو جالك تخاف تلعبه؟ يعني ترفضه من كتر ما تخاف منه؟ أو لا يعني ما فيش دور. يعني تحس أدرسه. طيب يعني ساعات الواحد بيجي له دور بيحس انه بيشك في نفسه اللحظه، انا هقدر اعمل الدور ده ولا مش هقدر؟ ده انت انت متوتره. لا بالعكس، انت تخافي تلعبي اي دور. بالعكس، اصلا بنديك الورق. لا بيحصل. لكن الاستاذ تامر دهول. الله اكبر. سيبي الاستاذ يرد. دهول تمثيل. هتتكلمي عنه بيقف قدام الكاميرا. ايوه. وان كيك. كان عندنا كتكوت وكبر. كان عندنا ورده وفتح. لو الواحد ما خافش مش هيشتغل على نفسه ومش هيطور من نفسه، فلازم اكيد مهما كان غول لازم اكيد بيخاف في لحظه معينه من ادوار معينه. طبعا هتخافي، بس انا عندي عمليه ان انا بتحدى نفسي، لو دور زي ما انت بتقولي كده لا هعمله وهفضل وراه لغايه لما اجيب في دور جالك كده؟ لا الحمد لله لسه، بس نفسي هيجي ان شاء الله. هو بس يجي وانا اقطعه. يعني انا مشتاق له شوق شيماء للبطه للعريس. انت اللي قلتيها اهو. البطه اهم او للشوكولاته مثلا. لا لا بتاكلها على طول، مش مشتاق لها. ايه مشتاق للعريس؟ مش لا في نوع متهيألي لسه ما نوش شوكولاته من العرسان. الويسكي. لا حد الله، احنا في شهر كريم. ايوه. لا براحتك. وبعدين طب انت دلوقتي يعني لو اتجوزتي حتى وقت منين تقعدي معاه؟ ما انت ليل ونهار في الاستوديو، هات وبلات وهات وشغل. ما هو معايا في الاستوديو على فكره، ده مبعوت لي. صح تامر جاي لك. صح، ما انا بقول لك بخاف من بدريه يطلع لي اسد اهو. شفتي؟ خلاص. بص يا تامر، انا مضطره اختم معاك عشان افضلهم. يلا بينا. شرفتنا وانستنا ونورتنا وكترتنا. كترتنا دي يعني ايه؟ مش يعني بقينا كنا ثلاثه بقينا اربعه. مش بيجوا لما بيجوا لكم ناس في رمضان طيب ورمضان كريم. الله اكبر. راجعين لكم بعد شويه ونفسنا جود تالنت، استنونا.